أما هلأ رشا منتقل لمادة كتير حلوة وفقرة كتير حلوة. بالآونة الأخيرة عم نشوف الكل عم يشتغل أعمال يدوية وقصص كتير حلوة قد ومرغوبة ايه حلوة، اليوم. صار مشروع لكثير من الصبايا اليوم، ان كان الاعمال اليدويه المنزليه او الهاند ميد. صرنا نشوف كثير الاسواق والصبايا راحوا لهي القصه، واكيد الظروف الاقتصاديه كان لها دورها بهي القصه، انه خلت الواحد يفكر يعني نروح لقصص ثانيين نزيد شوي من وهذا الحلو اللي عم نشوفه، عم نسلط الضوء برحلاتنا الصباحيه بشكل مستمر على صبايا صحيح. عمرهم كثير صغير. يعني اليوم عم نستضيف صبيه بتبلغ من العمر 21 سنه، عامله مشروع خاص بهاند ميد. كثير من الصبايا مثل ما قلنا هي هوايه، بس بنفس الوقت عم يستغلوها لتكون لها مردود مادي يعينوا اهلهم بمصروفهم. اليوم معنا دينا جلاله مكاوي. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. صباحك يا رب. يسعد صباحك. يعني اداره اعمال اليوم اكيد حيكون في لك مشروع خاص ديري بعمر صغير. بعمر صغير بس حلو. اليوم بعمر صغير رح نروح لشيء بنحبه. صحيح. هي الموهبه أكيد. او هذا المشروع اكيد له اساسات واكيد له موهبه وحب طبعاً. للقصه. دائما نحن بننجح بالقصص اللي بنحبها بحياتنا. أكيد. خلينا هيك نحكي اليوم عن بدايتك بهذا المشروع، او خلينا نحكي هيك شو بتشتغلي بشكل عام. يعني هلا بشتغل باقات ورد، تنسيقات هدايا، بوكسات هدايا، طبعا بالاضافه لباقات العرايس، تولي، وبالاضافات كثير لباقات حلوه. يعني اكثر شيء الورد عم نروح طبعا. ايه ورد الساتا. طيب عمرك 21 سنه، قد صار لك مبلشه بمشروعك؟ يعني ما يقارب السنه. انا طبعا هوايتي من زمان اني لف ورد. بس طب كيف كانت ردود الافعال اللي حواليك لما بلشتي المشروع؟ طبعا اكيد كلياتهم دعموني وكانوا جنبي. اكيد اولهم امي كانت كثير تدعمني وتضل يعني جنبي. اول شيء عملتي لها؟ أول بقى عملتها كانت لأختي. كيف كانت؟ خبرينا عن هاي الباقة. كانت الباقة التخرج، فقالت لي بدي باقة هاند ميد. قلت لها يعني صرت دور لهذا الموضوع، فعليا جبت المواد وبلشت أعملها والحمد لله نجحت معي، وصرت من وقتها مشروع حلو وصغير. بضل إلها ذكرى أول قطعة صح؟ طبعا. إيه. شو كانت ألوانها؟ كانت ألوانها موف وأسود وتغليف مقصب. هلا اول ما بلشنا الفقره هدتني رشا. هديتها انا فورا. خلينا نحكي عن هي مثلا القطعه. مثلا عم نشوف على الكاميرا تفاصيل حلوه فيها. قد بتاخذ منك وقت وشغل؟ وهي حلاوتها الباقه بتبقى. يعني كل طبعاً. الصبايا والسيدات بيحبوا الورد، يعني كلياتنا بنحب ننهدى ورد، بس لما طبعاً. يكون مشغول بالايد بطريقه مختلفه وتبقى الباقه، هون الذكرى الحلوه بتبقى. طبعا اكيد. هلا ما يقارب اليوم يومين على حسب يعني كل بقى لها وقتها. تاخذ يومين؟ ممكن بقى العرايس ممكن تاخذ يومين. حتى الالوان يعني اليوم دامجه بطريقه كثير حلوه، الالوان يعني الذهبي الاسود، فعاطي هالتقل. يعني بتحسي طبعاً. في قطعه قد ما كانت ثقيله ماديا مثلا، ولكن صحيح. اللون مخففه اليوم كثير بقى هي بسيطه، ولكن يمكن الالوان عطيتها هذا التقل، يعني اي حدا ممكن ملفته للنظر يعني. صحيح. هلا اليوم احنا عم نحكي عن كذا نوع، يعني خلينا نروح لشيء ثاني. باقه عروس. باقه كل عروس لها ذوقها. يعني طبعاً. صارت موضه انه على لون الفستان نشك ورده الفستان. من اكيد طبعا الحلو مزبوط. انه دائما كنا نحن نروح نشوف العروس مع باقه ورد طبيعي، هون لا تبقى ذكرى. يعني طبعا تبقى ذكرى اكثر. هي ارخص كمان، يعني واحد يحكي الواقع. يعني اليوم كثير صارت غاليه بقى الباقه الطبيعيه، واخر شيء بتنساها على الطاوله وبتروح. صحيح. يا بتدبل يا. احكي لنا عن هي الباقه. هي باقه توليب بتحتوي على جبسوفيل طول خشين، اكيد بتحتوي على لفه الايد وفيها دانتيل. هي بسيطه صغيره بس هيدا شو حلوه. هذا بيجي سيليكون، هو جاهز. لانه بتحسي ملمسه قريب من الطبيعي. طوليب جاهز. قد ايه بتاخذ وقت هاي الباقه؟ ما بتاخذ معي تقريبا ساعه بالكثير. قد ايه حقها؟ يلا قولي تقريبا. يعني قديش بتراعوا اسعار الموجوده؟ يعني اليوم عم نشوف تضخم كثير كبير بالاسعار. ايه طبعا. كلنا بنحب يعني يكون في عندنا هدايا او نهدي هيك قطعه بيقول لك انه فيها هيك قيمتك فيها ثقل. بالضبط. الاسعار قديش يمكن نسبه المربح هون يعني تختلف؟ هلا ما يقارب ال 75 باقات التوليب. باقات الساتان العرايس يعني ما يقارب ال 40. طيب عم نذكر ارقام، خلينا نرجع كمان شوي مشان ما حدا يسمع اليوم الرقم يقول انه اوف صناعي وهذا الرقم كثير. نحن اليوم عندنا مواد اوليه طبعا. هي الغاليه. خبرينا بنزلتك على السوق، يمكن من نزله نزله بيفرق معك السعر. طبعا اكيد. يعني اليوم كان سعر
شكل، تنزلي بكرة يعني سعر تاني، فكتير عم نشكي من هذا الموضوع كتير. والبوكس إذا هيك تقريباً بتكون بأسعار مقاربة ولا ممكن حسب حجم البوكس؟ على حسب، في ناس بتقلك أنا بدي هالقد بتعملي له بهالقد طبعاً. آه طبعاً أكيد على حسب مادية الشخص. ما هلأ اليوم نحن شو بدنا نشتغل؟ حنشتغل وردة نغلف قومي؟ طبعاً تفضل. خليني هون مشان انت تاخذك الكاميرا صح. اوكي. اليوم في مناسبه للورده او هيك؟ لا هيك بس لنعرف. يلا خلينا على الواقف لو سمحتي. حلو هيك، خلينا هيك هيك مرتك نلف ورده ساعتين ما هيك؟ ايه طبعا اكيد. هلا بدايه الشغل احنا بيكون عندنا شريط ساتان مثل هذا، بيكون عندنا قطعه مثل هي بتكون مفروده طبعا، فلحنا بدنا خلينا نشوف فرجيها هيك على الكاميرا. تمام. هي فيها 20 قطعه تقريبا. شو اسمها هي اذا بدنا؟ ساتان. اوكي بس ايه. بالورده يعني ساتان. ربطه، هي ربطه الورده. ايه هي يعني لب الورده فينا نقول. بس هي 20 قطعه يعني ممكن تتحكمي بالحجم تبعها يعني هيك كل قطعه؟ طبعا هلا كل ورده يعني ممكن طبعا تعملي اصغر بقطع اصغر. طبعا اكيد. هلا هي ممكن تطلع معنا مثل هي كبيره، طبعا الحجم الاصغر بنضيف بس 10. بنلفها بهالطريقه. ذكرتيني بايام المدرسه، تتذكري النور تبعت شو اسمها؟ كورنيش الملون. كورنيش لا ايش كاني لاسم ثاني كنا نساويها هيك قلبي عكس كورنيش ونعمل ورده هيك صغيره تصير هيك نعلقها بعيد المعلم. كلنا كنا نحب نشتغل عمالية طبعا اكيد ملونة. بالاضافه للسيليكون هون بنحط اكيد طبعا مشان تثبت الورده اكثر من هيك. هلا ماله متوفر سيليكون وانت عم تلفيها بتحطي؟ طبعا اكيد بكل خطوه بنحط سيليكون مشان تضم على بعضها. طبعا اكيد. فبتطلع عندي بهالمنظر طبعا اكيد احلى لما تكون بس خلينا نشوفها اكثر هيك بس على الشاشه كيف معلف ارفعيها هيك. اوكي. طبعا بالاضافه لفرش الورده هذا نحن بنضيف 7 قطع او 6 قطع على حسب قديش. اي طبعا. بالاضافه للسيليكون بالداير وبنحطها بقلبها بهذا الشكل. نحن عم نحكي عن الشكل النهائي هذا. النهائي هذا هو طبعا. هذا الشكل النهائي بالاضافه لعود الاخضر بنضيفه من تحت لحتى تصير عندي بهذا الشكل. شو حلو اللون. اليوم في انواع ممكن نستخدم غير الساتان بقلب الورده؟ هلا في انواع بس احلى يعني احلى شيء الساتان. يمكن اي قريب يعني طبعا للطبيعي وبتنظف يعني اليوم احنا قادرين ننظفه يعني مي شوي مي شوي سائل صحيح بيمشي الحال. طيب هلا هاي الورده تفضلي. خلي فرجينا شلون انت اليوم حتلفيها هيك شوي مشان الكاميرا تاخذ ايدك اكثر. هلا عندي التغاليف، عندي جلد وعندي الورق. شو الورق سمينا يا هون؟ هذا اسمه ورق جلد. ماشي حلو انه الواحد فيه يقول لك اعملي لي ورده. ايه طبعا يعني انه حسب مصرياتي. حسب مصرياتي اعملي لي ايه انه ورده خلص اول انا صغير العشر لفات. هذا اسمه جلد، قماش جلد بلاستيك اسمه ورق تغليف الورد بلاستيك. هات لشوف. طبعا بيكون عنا اياها اكبر من هيك لعيني فعملي صفحه منزل فبتكون عنا اكبر من هيك. عم يكون في ردود افعال من الناس يعني عم يكون في طلب عم يحبوا. طبعا اكيد طبعا ايه. وبنحط الورده بهالشكل. هلا نحن عم نلفها هيك عشان الكاميرا شوي تاخذ. بنحط الطبقين مع بعض. بدكم نحط طبق عادي ما في مابيض؟ لا هي طبقتين احلى يمكن طبعا اكيد بتعطي رونق اكثر. نحن اليوم فينا نكسر باللون يعني اليوم مختاره انت شيء فواتح قريب للون الورده بالضبط بس كاسره لون بالخمر. قديش صرنا نشوف عجقه بالالوان يعني صرنا طبعا اي هلا هي هيك اكيد يعني ايه اكيد طبعا نعملها بس بدك اياها في اضافات الى كنا نشوف احيانا يستخدموا جليتر للورده انه بس تخلص الورده تماما يحطوا عليها او هيك اكيد. هلا هذا الشكل النهائي لإلا مطلوبه منك هاي القصه انه ورده واحده كثير ايه اكثرهم بياخذون لاعياد الحب اعياد قد ايه حلوه نور الاسم يعني اليوم في انت قادره اليوم تدخلي افكار كثير على القصه طبعا
يعني ان كان اسم ان كان شغله. ايه اكيد طبعا حرف. لا ما بحبها. لا يعني انه يعني نفس الورده فيني اخذها باكثر من ديزاين. ممكن ادخلها مصاري. ايه طبعا اكيد. هي اهم شيء هلا. ايوه ورثتها. يعني خلينا نرجع هيك نقعد، نحن خلصنا هيك؟ خلصنا هيك. طيب بس هلا هي الشكل النهائي. تفضلي. طيب خلينا نحكي معك، شاركتي ببازارات لتعرفي عن شغلك ولا لسه؟ لا لسه. بس ان شاء الله حابه انك تشاركي بالمستقبل. قديش حلو التواصل بشكل مباشر مع الناس، يمكن طبعا ناس بتعطيكي افكار بكون رده فعلها مختلفه، يعني بتشوفي بنظره عيونهم رده الفعل على شغلك، فقديش مهم هذا التواصل المباشر من خلال المعارض والبازارات الك ببدايه مشروعك كصبيه. اكيد يعني هذا الموضوع كثير مهم بالنسبه اي صبيه تشتغل بهاند ميد. اكيد في عالم سلبيه يعني بتحطمك، بس لا احنا اكيد ما حنوقف اي يعني اي شغل بهذا. لا في ناس بتكون هيك سعيده فبتنقل لك هي السعاده او اكيد اكيد طبعا. ايوه هذا الشيء اكيد بيقوينا اكثر على الشغل. طيب دانيا تسويقيا خلينا نحكي بموضوع ذكرنا انه مواد وغلاء وكذا، اليوم كيف عم تسوقي القطعه؟ السوشيال ميديا؟ على السوشيال ميديا اكيد. ما بتفكري يكون انت مشروعك الخاص كمحل ولكن؟ طبعا ان شاء الله اكيد مع الايام راح افتح محل وافتح مشروع كثير حلو. اكيد بنتمنى لك التوفيق بمشروعك، وانت صبيه بمقتبل العمر يا رب نشوف خطوات كبيره تجاه مشروعك ونشوفك فعليا عندك محلك الخاص. اكيد نتمنى لك التوفيق. تسلمي لي. شكرا كثير دانيا لحضورك، وشكرا لصباحك هيك ورد، ان شاء الله على طول هيك يكون ايامك خير. يا رب. شكرا.